السلام عليكم ورحمة الله، أنا عبد اللطيف قائد في شركة دي إكسين. اليوم غادي نجاوبو على واحد السؤال اللي هو مهم، اللي كيطرحوه بزاف ديال الناس اللي كيدخلوا معنا. أشنو غادي نربح في دي إكسين؟ وشنا هي الطريقة ديال الخدمة؟ وباش يكون عندنا الأرباح في دي إكسين، خاص يكون عندنا واحد الرقم العضوية. هذا الرقم العضوية راه كنديروه فابور، ما كنخلصو عليه والو، وهو عالمي ووراثي. يمكن لي نخدم به في اكثر من 200 دولة في العالم، يعني في ما بغيت في اي دولة، ماشي غير في المغرب، وماشي غير في الدولة ديالي، ماشي غير في المنطقة ديالي، وماشي غير في المدينة ديالي. باش ندير هذا الكود ديال العضوية راه سهل بزاف، تواصل معايا في هذه النمرة اللي كتبان لك على الشاشة باش ندير لك الكود ديال العضوية ديالك فابور. ولا بغيتي ديرو انت راسك، غادي تنزل اسفل الفيديو وتكليكي على ذاك الرابط اللي غادي تلقاه في الديسكريبشن، وغادي تعمر المعلومات ديالك، تبع التعليمات وعمر دوك المعلومات ديالك. ان شاء الله هو الكود ديال العضوية ديالك فابور. هذا اول ربح. ثاني ربح اللي هو ناخذ تخفيض على اي منتوج كاين في الشركة. مثلا سبيرولينا كدير 213 درهم بهذا الكود اللي عندي. الناس اللي ما عندهمش الكود كياخذوها 295 درهم، يعني تقريبا راه ناقصه واحد 86 درهم ديال الفرق. مثلا عصير المورينزي انا كعضو بداك الكود ديالي غادي ناخذها 174 درهم، ولكن الا بغيت نبيعو بالثمن ديال الكتالوج غادي نبيعو تقريبا 240 درهم. هذا كنقولوا ليه الربح المباشر في الشركة، يعني الفرق بين ثمن العضو والثمن ديال غير العضو. انا كنشري بثمن من الشركة وكنبيع للناس اللي ما عندهمش هذا الكود ديال العضوية اللي هو بالمناسبة فابور، كنبيع لهم الثمن ديال الكتالوج. الربح الثالث في هذه الشركة واللي كنشوفو انا مهم هو الربح الصحة ديالنا. كنغيروا النمط ديال الماكلة ديالنا، كنغيروا النمط ديال الحياة ديالنا، كنوليو ناكلو الماكلة الصحية، كنفرقوا بين الماكلة اللي هي ضارة والماكلة اللي كدير السموم في الجسم ديالنا مع الماكلة اللي هي صحية. يعني كناخدو واحد التجربة، كناخدو واحد المعلومات على النظام الغذائي الصحي ديالنا، والصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، والصحة هي كل شيء. مع احنا في الدي اكسين الحمد لله جميع الاعضاء وجميع القادة ديال الدي اكسين عندنا واحد الفكرة، واحد النظرية على النظام الغذائي الصحي، وكنوليو كنستعملوا المنتوجات ديال الشركة اللي هما طبيعيين، سواء المنتوجات ديال العناية الشخصية، سواء المنتوجات ديال العناية بالبشرة، سواء المنتوجات يعني اللي كناكلو، سواء المشروبات، سواء المكملات غذائية. الحمد لله الأجسام ديال واحد العدد كبير ديال الناس تشافوا من واحد العدد كبير ديال الأمراض بفضل الله عز وجل وبفضل المكملات ديال هاد الشركة. الربح الرابع في هاد الشركة اللي هو الربح علاقات اجتماعية. جميع القادة وجميع الأعضاء ديال دي إكسين اللي كيكونوا تابعين الفريق واحد كيكونوا في واحد المجموعات اللي هي مجموعات أخوية، مثلا على الواتساب ولا على الفيسبوك ولا حتى يعني في الفروع، كيكونوا واحد جو عائلي، كيسولوا في بعضياتهم، كيعاونوا بعضياتهم، كيناقشوا، كيشاركوا التجارب ديالهم، كيوليو إخوة، يعني كيسولوا في بعضياتهم. الحمد لله شفنا واحد العدد كبير ديال الفروق ولاو أكثر من العائلة ولاو أكثر من الخوت بفضل المكملات ولا بفضل الشركة ديال دي إكس إن والنظام ديالها. الربح الخامس وكنعتبره كذلك مهم في شركة دي إكسين اللي هو ربح العمولات وربح رواتب والربح الرتاب في الشركة. كيفاش كنربحو هادو؟ ملي كنتسجل كيكون عندي داك الكود ديال العضوية، كناخد المنتوجات ديال الشركة، وكل منتوج كيكون عنده النقاط ديالو، ودوك النقاط كيتجمعوا ليا في الكود الشخصي ديالي. هذا علاش كنصحو بزاف ديال الناس انهم ديما ياخدو في الكودات ديهم وما ياخدوش شركات وما ياخدوش عفوا منتوجات ديال الشركة على برا، يعني في فيسبوك ولا في محلات اخرى اللي ماشي تابعين للشركة، باش كتستافد من النقاط ديالك، وهاد النقاط هما باش كنطلعو في المستويات سواء ديالك الشخصية ولا ديال الناس اللي تابعين لك في الفريق ديالك. كيكون عندك واحد الصالير اللي هو يعني غير محدود، انت اللي كتحكم فيه على حساب الخدمة ديالك وعلى حساب الفريق ديالك وعلى حساب التطور ديالك وعلى حساب العزيمة والقوة ديالك. كنربحو الصالير، كنربحو الشيكات، وكنربحو الربح السادس في الشركة، وكذلك كتعتبر يعني كاينين الناس اللي كيعجبهم انهم يسافروا، كيعجبهم التحديات، كيعجبهم انهم يكتشفوا مدن اخرى ودول اخرى. شركة دي اكسين حطت لنا هذه كذلك يعني من
من الاهداف ديالها ومن الارباح ديالها باش كتشجع القاده والاعضاء ديالها الا وصلتي لواحد الرتبه معينه. الشركه كتكافئك بمكافئات ماديه ومكافئات ديال السفريات مجانا، كل شيء على الشركه. كاين بزاف ديال المعلومات اخرى، بزاف ديال الارباح اخرى من شركه دي اكسين. هذه فقط واحد شويه من يعني من المميزات ديال هذه الشركه. باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف، تواصلوا معايا في هذه النمره اللي كتبان لكم على الشاشه، ولا غادي تلقاوها كذلك اسفل الفيديو، غادي تلقاو الرابط ديال التسجيل باش ان شاء الله يكون عندكم الكود ديالكم ديال العضويه فابور، تستافدوا من هذه الامتيازات وامتيازات اخرى، وتدخلوا معنا حتى نتوما للجروب ديال الواتساب ولا الجروبات ديال الفيسبوك اللي فيهم كاينين الجروبات ديال الرجال بوحدهم وكاينين الجروبات ديال العيالات بوحدهم، باش كنشرحوا وباش كيكونوا محاضرات وتكوينات من اقوى قاده دي اكسين.